بيتو خاله عليت وقتهم بمديلو خسغدت ملكوش ميونو حاسو لي خل تحتي تلوخ ملكوش ميونو حاسو للخل تحتي نادو صلاة وعلى ايمة والمراه قالون قابل كرمونو نترحم المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها المسيح إلهنا يا من صرت إنسانا وأنت الله أهلنا أن نفرح بعيد ميلادك المجيد ونشكرك ونمدحك ونسجد لك مع مريم أمك ويوسف صفيك ونهتف مع الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر فنسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أحبنا فأرسل إلينا ابنه الوحيد وإلى الابن الذي ولد في بيت لحمة من مريم البتول وإلى الروح الذي يملأ عيدنا فرحا وسلاما وقداسة فارخ مور أبوه الصالح الذي يليق له التمجيد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد لك الحمد والشكر أيها الابن الأزلي الذي لا بدء له أيها النور المحجوب الذي أشرق على العالم أيها القديم الأيام الذي ولد طفلا من بنت داود نتأمل اليوم سر محبتك لنا هاتفين ما أعجبك يا الله صرت إنسانا وما برحت أنت الإله ما أعجبك يا الله نزلت في مغارة فملأت السماء والأرض من مجدك ما أعجبك يا الله جاءك الملائكة والرعاة والمجوس سجدا بميلادك هدمت السياج بين العلويين والأرضيين وأقمت السلام بين الأرض والسماء بميلادك جمعت البعيدين والقريبين فاشتركوا في عيدك معا بميلادك أعلن الملائكة للرعاة لقد ولد لكم اليوم مخلص هو الرب المسيح في مدينة داود إليك ندرع الآن أيها الولد العجيب على عطر هذا البخور هبنا أن نعرف سر تجسدك وامنحنا غفران الذنوب واصرف عنا أحزان النفس والجسد واذكر أمواتنا الراقدين على رجائك فارخ مور فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك القدوس وروحك الحي القدوس إلى الأبد آمين كان يا كان هللويا كان
نسجد لك يا ابن الآب في الأزل وابن البتول في الزمن، يا من بميلادك في الجسد أظهرت الله للعيان، فقربت إلينا الساكن في الأعالي وأنرت معرفتنا بمن لا تدركه العقول. اقبل بخورنا وامنحنا نور معرفتك، وهب لنا مغفرة خطايانا وارح موتانا، فنرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. رب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. فوق إدراك الإنسان كان سرا خفيا، يوم عندنا قد بان. طفل العيد المجيد أنت قبلة الأنظار، شمس العهد الجديد
قراءة من سفر أشعيا النبي برخ مورابون. فليس ليل للتي كانت في الضيق. في الزمان الأول أزل أرض زبلون وأرض نفتالي، وأما في الزمان الأخير فسيمجد طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السائر في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور. كسرت له الأمة وفرت له الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كابتهاج الذين يتقاسمون الغنيمة، لأن نير ثقلها وعصا كتفها وقضيب مسخرها قد كسرتها كما في يوم مدين، إذ كل حذاء يحدث جلبا وكل ثوب ملطخ بالدماء يسيران للحرق ووقودا للنار. لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه، ودعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام. فصل الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا سيد. مجد لسيد الرسل تحل مراحم الله على الياس وأبناء الرعية إلى الأبد، آمين. يا إخوتي، إن الله كلم الآباء قديما في الأنبياء مرات كثيرة وبأنواع شتى، وفي آخر هذه الأيام كلمنا في الابن الذي جعله وارثا لكل شيء، وبه أنشأ العالمين، وهو شعاع مجده وصورة جوهره وضابط الكل بكلمة قدرته. فبعدما أتم تطهير الخطايا جلس عن يمين الجلالة في الأعالي، فصار أعظم من الملائكة بمقدار ما الاسم الذي ورثه أفضل من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وقال أيضا: أنا أكون له ابنا أبا وهو يكون لي ابنا. أما عندما يدخل ابنه البكرة إلى العالم فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. أما عن الابن فيقول: عرشك يا الله لدهر الدهر، وصولجان الاستقامة صولجان ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك إلهك يا الله بدهن البهجة أفضل من شركائك. ويقول أيضا: أنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسموات صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى وتطويها كالرداء، وكالثوب تتبدل، وأنت أنت وسنوك لن تفنى. والتسبيح لله دائما. الكلمة صار بشرا وسكن بيننا، ورأينا مجده مجد ابن وحيد آت من الآب. المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا
الآن عليكم فاسمعوا ومشدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بإحصاء كل المعمورة. جرى هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس واليا على سوريا، وكان الجميع يذهبون كل واحد إلى مدينته ليكتتبوا فيها. وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم خطيبته وهي حامل. وفيما كان هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع حيث حلا. وكان في تلك الناحية رعاة يقيمون في الحقول ويسهرون في هجعات الليل على قطعانهم، فإذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الرب أشرق حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله، لأنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وانضم فجأة إلى الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: هيا بنا إلى بيت لحم لنرى هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود، ولما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم في شأن هذا الصبي، وجميع الذين سمعوا تعجبوا مما قاله لهم الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور كلها وتتأملها في قلبها. ثم عاد الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا حسب ما قيل لهم. حقا والأمان لجميعكم. قدس 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 الله الليل تجلى أحلى حكاية. قدس 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 الله آي وجاي اشرح آي. هلل هلل هللويا الله تجلى الله الكلمة حل الظلم حل محلى. هلل 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 ولد المسيح. هللويا. اخوتي واخواتي، بالبدايه اسمحوا لي اطلع على مسامعكم معايده صاحب السياده المطران جوزيف معوض راعي ابو رشيد زحلي الماروني السامي الاحترام لمناسبه الميلاد. حضره الاباء الاجلاء كهنه الرعايا في ابو رشيد زحلي الماروني والمؤمنين الاعزاء، نعيد عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح هذه السنه ايضا في ظروف اقتصاديه قاسيه، والكثير يعانون من ضيق ذات اليد ويحتاجون إلى معونة من أجل الحصول على كفافهم ومن أجل الاستشفاء، بالإضافة إلى عدم إيجاد حلول مجدية من الذين يستلمون مقدرات الوطن. هذه الظروف هي كالظلمة التي يتشوق المؤمن أن تنجلي. في مثل هذه الظلمة أشرق النور كما قال أشعيا، وهذا النور هو المسيح الإله الذي تجسد فسكن بيننا وبدد ظلمات الحياة بالخلاص الذي أتمه. في عيد الميلاد نجدد إيماننا أن يسوع معنا، أن يسوع معنا يقوينا على المحافظة على الأمانة له في الصعوبات، ويقدم لنا سلامه وخلاصه. بهذا الإيمان نردد: ولد المسيح. هللويا. ميلاد مجيد وسنة مباركة 2023. نحن اليوم الأحد 25 كانون الأول عيد الميلاد المجيد، الذبيحة الإلهية بنرفعها لراحة نفس المرحوم شكيب جوليان
وعلى نية عائلته من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. أما توصيات الأسبوع القادم بكرة التنين 26 كانون الأول، تهنئة العذراء مريم القداس أيضا الساعة 11:30 صباحا ترفع الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحوم ميشيل طانيوس ستفان وعلى نية عائلته من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. الأحد القادم أيضا القداس الساعة 11:30 صباحا. الذبيحة الإلهية الأحد القادم نرفع لراحة نفس المرحوم جوزيف راشد وعلى نية العائلة من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. بتتابعوا توصيات الرعية على صفحة الرعية على الفيسبوك رعية مارياس المارونية خربة أنفار. توصل لحضراتكم توصيات على هواتفكم واتساب الرعية 086-45-120 اللي بعد ما نزل رقمه فيه بعد اسمه على هذا الرقم توصل له فقط توصيات على هاتفه وبيعرف بكل مستجدات وأنشطة الرعية. نحن اليوم مثل ما سبق وسمعنا بالنص الإنجيلي وذكرنا أنه عيد الميلاد، إذا بدنا نتأمل بكل الكلمات الموجودة بهذا النص يلي هو بدء الخلاص ملء الأزمنة تجسد الرب يسوع، بدنا نقضي 2000 سنة من هلا لنشرح اللي وصلوا لهم كل المفكرين واللاهوتيين بالبحث حول هذا النص. يكفي أن ناخذ زوادة العيد هالمرة. أنا اخترت للزوادة لهالعيد هيدا ما ورد بهذا النص الإنجيلي على لسان الرعاة أخوتي وأخواتي، على لسان الرعاة، لا على لسان الملائكة ولا لا على لسان جند السماء. الرعاة لما جند السماء بشرون وقالون المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر، بيقول النص هون بلوقا بالتحديد قال الرعاة بعضهم لبعض هيا بنا إلى بيت لحم لنرى هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. هذا العيد للأطفال. الرعاة جمعوا بعضهم أخوتي وأخواتي، إذا منقول رعاة من 2000 سنة منعرف عن أي كاتيجوري عم نحكي. أول شيء منهم رجال دين، منهم باحثي مثلا مصالح نجارة أو عمار أو بناء أو غيره، منهم دارسين في التوراة أو التلمود، ما بيعرفوا حكاية الخلق وانتظار المسيح مثل ما بيعرفوه المتخصصين من كهنة الهيكل، إنما هن مجرد ناس اجتمعوا لرعاية قطعانهم وبيعيشوا من وراء هالمصلحة هيدي، ما بيعرفوا شيء عن الباقي. يعني ثقافتهم الدينية جدا محدودة، لا بل فينا نقول معدومة. هاو اللي اجتمعوا يجوا هاو الرعاة بهالليلة بيجيون الملاك بيقلن 1-2-3 جند السماء بيرتلوا المجد لله في العلا وغيره، انه صار شيء يعني بالنسبة لهم خارق الطبيعة، خارج عن المألوف، خارج عن كل الاشياء اللي بيعرفوه او اللي سمعوها حتى. شو بيقرروا من بعد ما اجتمعوا بالاجماع الرعاة؟ ما في حدا منهم اجا ضد او خالف الرأي، كل الرعاة اجتمعوا واجمعوا بالوقت ذاته على ان الآية اللي سمعتوها هيا بنا الى بيت لحم لنرى هذا الامر الذي حدث وقد اعلمنا به الرب. نقطة اللي كتير مهمة هون يلي بتخصنا اليوم بعد 2000 سنة، هل نحن امام اي حدث في حياتنا شو ما كان نوعه، ان كان عادي ومعتدين عليه او كان مفاجئ او كان قاسي او محزن او كان خارج معرفتنا وخارج عاداتنا وخارج تقاليدنا وخارج معلوماتنا عن الاحداث، منلجأ ومنقول هيا بنا تنشوف شو اللي صار وقد اعلمنا به الرب. وين نحن اليوم اخوتي واخواتي من هالمنطق يلي الرعاة من 2000 سنة اعتبروا انه كل شيء صار بحياتهم جديد ومفاجئ وغير معروم، يعني في ربنا وراه وما فيش غير ربنا ممكن يوضح لنا صورة يلي صار. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا ما بيأس ما بيأس، اكتر شيء يعني ببروني صغير يمشي. الله يعطيهم ايام حلوة كل هالولاد الموجودين، هي العيد لقلهم، هيدا نحن خلصنا قطعنا الايام المستقبل لقلهم. اذا اخوتي واخواتي نحن اليوم بعد 2000 سنة هل نحن جاهزين قدام كل الاحداث اللي عم نعيشها او كل الاحداث اللي ممكن تطرق بحياتنا
يلي هي بالغة الصعوبة أو تكون مقلقة إلى حد ما وغير مفهومة، نقول يا ربنا وعينا حتى نعرف شو بدك تخبرنا، ولا دايما منوقف محتارين ومنكتف إيدينا ومنبلش نفكر بتحليل وحلول بشرية للمشاكل اللي بنعترضنا؟ الحلول البشرية إخوتي وأخواتي لا تتعدى المادة الرمادية الموجودة جوات الجمجمة يلي بنسميها دماغ، يلي عليها بيرتكز المنطق، يلي هي محدودة جدا. إنما الحل الوحيد ضمن أي صعوبة من تطردنا أو عدم أي عمل في عدم معرفة أو عدم فهم هو اللجوء لقاعدة الإيمان يلي هي أوسع بكتير من قاعدة العقل، وبتخلي ربنا يوضح لنا الصورة وبتسمح له يتدخل لمساعدتنا لحل أي مشكلة بحياتنا. إخوتي وأخواتي، حبيت أنا وياكم نتشارك بهالزوادة، إذا صار لكم تسمعوها، حبيت نتشارك أنا وياكم بهيدي الزوادة إخوتي وأخواتي لندعي بعضنا البعض بهالعيد الميلاد المبارك، نحط حالنا وكل أمورنا ومشاكلنا بين إيدين الله، لأن الله هو الكفيل الوحيد يلي بيقدر يساعدنا على أنه نتخطى كل الصعوبات اللي بحياتنا. هيدا مش للوزير، الله يخليهم. بحب بالختام من بعد ما تشاركت أنا وحضراتكم بهالزوادي اسأل خاطر كل أبناء الرعية المحترمين مثل حضراتكم، أكيد اسأل خاطرهم، لأنه آخر فترة صار في كتير حزن بهالرعية المباركة وفارقونا ناس كتار، واسأل خاطر حتى كمان كل أبناء البلدة يلي كمان خسروا كتير، يعني مش بس نحن وهيدا العيد الميلاد للكل، كان حب علينا تعيدوا جميعا مجبوري الخاطر. إن شاء الله العيد اللي جاي بيكون عيد خير علينا وعليكم، والأيام اللي جاي ما بتحملكم إلا الخير، وربنا المتجسد أنا أكيد أنه ما بيقدر يحملنا إلا السلام الداخلي لقلوبنا. نذكر كل اللي سبقونا إلى دار الخلود بصلاتنا، الله يرحمهم ويرحم جميع أمواتكم ويعطيكم أيام حلوة، وهالأطفال هدول يكبروا ويشوفوا أشياء حلوة، الله يعطيهم أيام حلوة، ولأنهم الله رد أمالنا مبنية عليهم، نحن اللي قدرنا عملناه عملناه، وقد ما فينا نعمل بنعمل. هلأ اللي جاي لقلون هني، الله يبارك فيكم، وإن شاء الله عيد مبارك علينا وعليكم. ولد المسيح، نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يزد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي، أمين. إيت الوط مدب حيدا له هو الوط له دم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطخ اعو للبيت اخ وصغود بايك لوط قوت شو دحلتوخ مريو دبارن وبزادي كوتوخ آلي فايل صلاو علي ميتو المرأة قالوهن قابل كربونوخ ونترحم علين بسوتو هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي آتي من حضن الآب كوتا للعالم قابلني
حضن عذراء الأم النقيل عذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله والعظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطبوية أم الله مريم مارمارون مارشربل مارلياس والقديسة ريتا اذكر اللهم آباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من نقرب عنهم هذه الذبيحة واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان تسعة أشهر حملت مريم بحاملي الأكوان ولم تحس منه بثقل لأنه إله وإنسان زادها طهرا ومكثت بتولا تدهش الأذهان قبل الميلاد وفيه وبعده وما دام الزمان هلل 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 نولو المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد أيها الآب القدوس إن بعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام لك يا مذبح الله السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم يا إخوتي بالمسيح بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله نشكر الرب متيبين ونسجد له خاشعين إنه لحق القلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس يا من أنت والإله الواحد الحق فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى وصفوف التي لا تحصى يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي
السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم هوشعنا في العلا في العلا هوشعنا في العلا. قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداس، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومو هودك دم حشودي لما بيت حي ساب اللحم بيدا وقديشوت بارخ وقادش وقصويا بالتلميدا وكادومار سبخول منه كل خون هونو ديني تاو فغرو ديل لحلوف يكون وحلوف ساقية ما تقسي وما تيهي وسويت حوبي والحيد العلم علمين وخانوا الكوس ودمزغوا من حمرو من مايو بارخ وقادش يا بالتلميدا وكادومار سابشتاو من ايه كل خون هونو داني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشاد وما تهب وسويت حوبي والحيد العلم علمين وزاد على ذلك هذا الإضاحة قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا بل تشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط وأيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعتك أحبائي ينحدر فيها روح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك وارض هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. اجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها
أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة وعدد أبائنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي مار جوزيف مطراننا وسائر الأساقي فالمستقيم الرحيم لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا، للمكبلين بالضيقات محررا، للمساكين منجيا، للبائسين والمضنوكين والمتعبين مفتقدا. نسألك يا رب، يا رب ارحم. كن يا رب سورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أمي مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوه، لا سيما مار ليش شفيع هذه الكنيسة ومار مارون ومار شرب، وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا. نسألك يا رب، يا رب. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطايا. ارح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء، يمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. آمين. السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء. بالميلاد صوت عم بيقول بحبك كتير، جيت للأطفال المجوس للريان، جيت كرمال المساكين. مرانتا تعا يسوع ملي الدنيا مجد السماء. جاي يسوع قرب العيد يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك. نرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. عندما نكسي عريان ثوب حب أكون في الميلاد، عندما نكفكف الدموع في العيون أكون في الميلاد، عندما نفرش القلوب بالرجاء أكون في الميلاد. ليلة الميلاد يوم حل عندما أقبل
ليلة الميلاد ينبت الحب. بقدر أقدم لك ده تدفى بهالعيد، رح أقدم لك قلبي كل ليالي العيد، رح أقدم لك قلبي كل ليالي العيد. بطلب منك يا يسوع طعم الشعار، بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان، بطلب منك يا يسوع دفي البردان، بطلب منك يا يسوع تحمي لبنان. دينا نحبك يا يسوع طول الايام، ما تترك خي الموجوع على الارض ينام، نمشي خلفك درب شموع غايم بردان وفقير، شو بقدر أقدم لك دا تدفى بهالعيد، رح أقدم لك قلبي كل ليالي العيد، رح أقدم لك قلبي كل ليالي العيد. Thank you.
العمي يبصرون والموتى يقومون والأسرى يطلقون والمساكين يبشرون. أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. أيها الأب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهالتنا لهذا القوت السماوي. جسد ابنك الوحيد ودمه هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان أهبيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملكي صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأة غفرانا، آمين، وللمرضى شفاء، آمين، ولمنكسري القلوب رجاء، آمين، وللحزان عزاء، آمين، وللموت راحة، آمين، وللأسرى خلاصا، آمين، وللمسافرين رفيقا، آمين،
وللبعيدين مرشدان وللقريبين حافظا. يمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع والسكان والمؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس. اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور مار يوحنا البتول ومار الياس ومار شربل والقديسة ريتا وجميع القديسين. آمين. ولد المسيح